قلت لا. اجلس بالارض؟ اوكي فاهم. انت باينه اطول عني. ليش بدك تجلس؟ ايوه باش ما تنوش مش سلمه. بس انا انت باينه اطول عني. انت لقيت في المقاس تطلع. ها؟ بس هيك مطلع راسي مثل الضفدعه. واش بغيت تدي الحوك؟ لا بغيت تصير طولك. هيك هيك زابطين؟ اوكي يلا. السلام العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم، صحتكم بخير. نتمنى تكونوا باحسن الاحوال نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. المهم ان شاء الله اليوم نشاركوا معكم الفيديو بعد غياب. اول روتين غنشاركوه معكم بعد غياب، يعني ماشي اول روتين انا غنديرو في داري، لا اللي غنشاركوه معكم بعد غياب شحال المده طويله. المهم المهم كي دايرين نتوما؟ اموركم كلشي بخير؟ ونخليو الكلمه لله. للسيمو ولا شو؟ الكلمة يلا بغيت تهضر، حاسك بغيت تهضر. لا بس لا شو قصدك يعني الهضرة؟ يلا هضر خلي الكلمة. الكلمة لمين؟ لا سيادتكم. ايوا هضر. كيف كان حبايبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. الكلمة لسيادتي. صافي تشي بغيت تقول؟ خلاص. شو كنت قلت هاك؟ قلت هذا واحد باغي يجيب شي حوار. المهم أوكي. شكرا شكرا على التعليق ديالكم، شكرا على الكلام ديالكم الطيب. وبزاف الناس قالوا لي بصح السنينات ديالكم زوينين، اللون الغامق جاك زوين، واخا انا راه ما كنتش ناويه على هذا اللون الكحل. انا ما جايبهش كحل، كنت جايبها بني. انا بغيتو غير شويه غامق يحيد لي غير ديك الصدمه. ما كنتش ناويه كاع نديرو هذه الكحوليه كامله، تخرج لي كحل. ولكن ماشي مشكل، يدوز هو الفرايده ديالو. وناس ما عجبهم، يعني في ناس هيك وفي ناس هيك، سبحان الله. يعني ولكن انا الحين دابا بيضاء. يعني جاني ما جانيش. انت بيضاء؟ بيضاء صفرا، صفرا وبيضاء ومخلط داكشي. في اللي شويه الصفوريه، انا ابيض منك بعدا كنبان في الكاميرا. انت؟ شو يعني؟ يعني داكشي اللي خاصك تفهم. المهم انا راجل وانت امراه. ايه يعني المهم ابيض منك. المهم ان شاء الله دابا باغا نمشي نهز الطلاط نحيدهم، اجي يعاوننا الصباح نوضتني. يلا قوم قوم بنشي ال. ايوا نوض عاون الزوجه ديالك. ابا نعاونك. ايوا نحيدو ديك الطلاط نصبنهم، بغيت نخلي واحد شويه متحليه. قلت غندخل دابا نطيب الغدا هو الاول، عاد نمشي ندير طاجين بالتلفزيون. طيب سؤال بس، نشيل هذول اللي تغسليهم بدهم يومين حتى يغسلوا، وحنا وين حنجلس؟ اه السبت واليوم شنو؟ وين حنجلس؟ وين حنجلس؟ نشوي يومين على خاطرهم. كيفاش نعملو نجلسو؟ شو؟ فين نجلسو؟ في الأرض؟ نديرو هاد الفراشة نضربو بها هداك باش نديباني براسنا. أويلي إلا فين نجلسو؟ المهم أنا كنجيب هاد الدجاج، ملي كضربني الفايقة نط جبته هو الأول باش غا تحيد من هداك التلج، حيت أنا دايرة مويكات مويكات في هداك في الفريكو. جبت هادو جوج ميكات بصراحة، كنت غنديرها وحدة. هادو الدجاجات الصغار اللي جبناهم آخر مرة؟ هادوك الدجاج اللي جبنا قطعته وداك المويكات الصغيرة. دابا شوف كاين اللي كيقول لك لا كديري داكشي سميتو قليل ما قليل، انا ندير داكشي اللي نقدر ناكلو، داكشي اللي غيتلاح ما نقدرش نديرو. ماشي على قبل الكاميرا انا غنجبد غندير، لا انا كنت في الحقيقه دابا غبا ندير غير الفخيط وهذا طيب، حيت هادو جوج ميكات اللي جبت. ولكن قلت بلا ما غندير الطاطا، فهمتي؟ انا كنت غندير طاجين بالبطاطا والزيتون والدجاج. يعني الا كنت غندير الطاطا والزيتون والدجاج راه هاد الفخيط وهاد القطيعه ديال الصدر غتغدنا، حيت ما كناكلوش بزاف. يعني هلا حتى هو طاجين بس دجاج؟ دابا غندير غير دجاج وبطاطا فريت، داكشي اللي جات ميكا اخرى. هذا هو طاجين بس بطاطا و دجاج؟ ايه طاجين دجاج وبطاطا فريت. ما في زيتون؟ والزيتون ما كيحطوش مع البطاطا ديك اللي كنقطعها اللي طايبه مع الطاجين. طيب اوكي فهمتي؟ اه وبعدين؟ غنفهمك دابا نولي نفهم الناس. انت كتسول وداكشي. المهم انا قلت لكم كنا كنت غندير بطاطا. لا فهميني انا عشان نعرف. غندير ميكا وحده عشان نعرف شو بدي اكل. عشان نعرف شو بدنا ناكل. تاكل الدجاج دابا، كاين الدجاج وفريت بس. صافي الحمد لله. الحمد لله. المهم دابا غنشرب لها الدجاج حيت كاين غير انا ومهند. وذهب شو وين رحل؟ كاين ذهب. قلت الذهب ماشي كتاكل الماكله، لا كلات كتاكل شويه دجاج معنا وشويه بطاطا مقليه شويه ماكلتها بحال ذهب. سويتي لنا مصيبه بالاكل، ما بتاكل. ما شهيت ما ملي كنمشي للعربيه الصراحه الوالده كتبقى تخشي لها في الحلبه كتاكل الحلبه، لما ندير الحلبه ديك الحلبه خاصني نجيب لها الحلبه ونولي نعطيها. ملي كنجي هنا ما كنبقاش نعطيها الحلبه. طيب عطيها عندنا حلبه صح؟ كل صباح كتفيق كتبان ليها كتشد لها الحلبه كتعطيها الحلبه. طيب خلاص كتوكل الوليدات الصغار. المهم اش كنا نقولوا؟ كما قلت لكم دابا غنطيب الطاجين الدجاج وبطاطا الفريت. مين حبيبي؟ نهار متعدي. مين حبيبي؟ مين حبيبي؟ حبت انا هاي. مين هاي؟ بابا هاي.
انا بابا هاي حبيبه بابا هي جيب لك دواء يا جماعه هالانسانه هي عندها شغلتين تكرههم في الحياه الحمام والدواء اعطيك الدواء تعطيك الدواء لا في 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 اطفال بيحبوا الدواء يعني بيشربوا الدواء بيحبوا الحمام يلحبوا بالماي الا هي ما ترضى تروح تتحمم ولا ترضى تاخذ دواء اي شيء شو الحل لمين طالع هاي بالكورس اه عليكم لمين ليكم ها مين انا 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 باخذ دواء عادي يلا تعالي 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 يلا تعالي تعالي خلاص ما حنجيب دواء ما حنجيب دواء ما حنجيب ما حنجيب ما حنجيب دواء خلاص المهم هو الدجاج هو راه مغسول نقي ندير عليه غير الثومه واحد شويه ديال الربيح خلي بحطريه راكم عارفينها شويه البزار سكنجبير الملحه خلقهم البلدي وهذا ضام ديال الزعفران انا ما عنديش معايا قليل السمن خاصني واحد المصيص ديال معايا قليل السمن ما عنديش اللي عندكم نتوما ديروا دير واحد شويه ديال الزيت البلديه واحد شويه ديال الزيت العاديه انا ما غاديش نخليه يشرب لكن كنتو تخليه يشرب يتشرب من الاحسن ساعه بلا ما ديروا الزيت باش يشرب لكم حنا غنديروا دابا مباشره غير غنشرب له بحال هكا تمام كت تهمت هذوك العينين يا جماعه ربطت شوي على البصل يعني ما قطعت البصل ليش لا عارفه حيت احمر 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 هو مش هذا الاحمر يا ستي ما بكيتي بكيت انا شبعت ما شتينيش وين بكيتي لا دمع عيني ها الجيني عيوني لا دم دمع عيني والله ها انت المهم انا شرملته هنا دابا غنديروا في الطاجين مباشره غير واحد نص حامض ما عنديش حامض مصير نص حامض من الثلاجه غنعصر عليهم ها انت طيب راه بنين انايا الله يطيب بنين طيب بنين بلا ما نشكر راسي دابا ليك اختي اختي مرسي ما شاء الله طباخه مريم ولكن جعتك اليوان وقت صاحبي دير لي مريقه دير ديك المريقه ديال البرقوق اللي كديري ايوا صحياتك بيا هو تكون شي عارف تقول لي غير زوين جيت هو ملي بدا يغمس يدوق بنين الميه ليش عم تجامل شو بيقول عم تجاملي حالك يعني انت حالك المفروض انا المفروض انا جامل يعني مش انت لا والله لا بالشعر هذا الجامع طيب يوم مريقك يا الله شعري يا الله اللي طيب استعداتك فيها؟ ايه طيب السوري كيجي كيجي سوري؟ على فكره صارت نوار بتعرف تطبخ كل شيء سوري لا 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 تعلم الطبخ السوري عرفت بنا واش هي هذيك ولا لا؟ ما لا يعني قلنا قبل ما تنافقش واخا شو هلا قلت لي اقول الصراحه واش شي بنين بحال ديالكم لا الصراحه بنين شو شو يعني لا لا واعر والله شي فاخر شي فاخر على الاخر ندير طاجين ديال القزير شو كاين عندي جوج طواجن طاجين ديال الحليب ندير طاجين ديال الطين احسن الزيت العاديه درت قياس ما عنديش الزيت زيت العود خليتها راهي بيضة الطاجين وندير من فوق باش ما يتحرقش لي بصلك شو قلتي لي شو بدك؟ انت بدك تطبخي؟ تقدر تطبخ تتعلمي الطبخ؟ كتقفض يديها بحال ما تطبخي سوري ولا مغربي؟ طاجين؟ تاكلي طاجين؟ انت تطبخي؟ اوكي خلاص بس تكبري تطبخي انت انت جديد جلي اول شيء تعلمي الجلي بعدين تطبخي طبخ اوكي هذه حاره هذه سيري شو هاي شو اسمها هاي هاي حاله شو اسمها هاي حاله المهم عندك واحد نص كاس ديال الماء هذه الفلفله بغا نديرها حيت كتعطي واحد المذاق خطير غندير واحد شويه ديال الحامض هذا ما عنديش حامض مصير غير الحامض هذا هذا المسير هذا المسير اللي كيكون صغير هذاك اللي نتوما بحال كديروا مخلل عرفتي عرفتي دابا فهمتي دابا الديكور فهمت صافي دابا خليه يطيب شويه نقلب بابا فهمت الديكور الله يهنيك طلعت ريحه الدجاج افتحي 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 باقي باقي غير زيدي طلع داك الشيء باقي وليدي باقي مشتي والا شو وليدك مول وخليني نقول لي بغيت ولادي 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 معناتها انت كبيره في العمر لا
لا غير يجي مع الهضرة العفوية وفهمتي وصافي صافي. أنا ماشي أنا قصدي أنني بغيت نكبر راسي، لا أنا بالعكس أنا كلمة صغر منك رشي بنار لما نبقاو دايرين بزاف. أنا كنشوف الصالون دابا راه من حيد الطلام الغدا راه في كيطيب قاعد ديتو نحيد الطلام باش اللي عنده البيج والوليدات هو هذا خاصو يصبن يدير اللون بزاف كيتوسخ. الماكينة عندنا صغيرة غنديرو عليها جوج غسلات، اللي كيشري الماكينة كبيرة كيعبر باش كيصبن عليها الماط وصبن عليها كلشي، اللي راه جوج هذا كتبدا تعمر شوف فهمتو نخليهم على القطن. هادي عامرة دكت باش يتصبنو على خاطرهم نديرهم على القطن. كما كتشوفوا انا درت واحد الطريقه كتقلى ها شفت الله يجي هنا شوف طاب دابا رشح لي واحد شويه ديال الربيعه تولي دابا باش نحطو طاب راه طفيت عليه انا نحطو الطيطه ونحطو الشلايضه ونبداو نتغداو. المهم كما كتشوفوا الكوزينه راني جمعتها حيت المعنات دابا بقى ليا ديال الغداء هادو بالزربه خفا الضراب. علاش تقلب ذهب؟ شو بده؟ قلب فلوس. قلب فلوس. لا عطيه فلوس، عطيه فلوس. وين الفلوس؟ هذا الفلوس. شو بدك تسوي بالفلوس؟ سوي شو بدك تعملي بالفلوس؟ بس نم عندها. المهم كما كتشوف راه تغدينا وسالينا جلسنا واحد شويه ارتاحينا وانا تبدلت الذهب بنتي. ومهند تبدل. نمشي نخرج برا ما نجيبو شي حاجه. خويني. وغنرجع ان شاء الله. باي. ها يا بابا بوسه 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 بابا بوسه بابا بس ماما شو بوسه. المهم الحبايب غنجي معكم نهايه الفيديو كما كتشوف حنا غادي نخرجن ان شاء الله الفيديو قادم باذن الله ونتمنى هذا الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده واستنونا بفيديو قادم باذن الله ومع السلامه حبايبي. باي باي. بسلامه يا حمامه. بسلامه حمامي. يلا يلا مع السلامه.